बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलक الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات ويدناه بروح القدس ولو شاء الله ما أقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله فاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لبياء فيه ولا خلات ولا صفات والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئات من ثم بعثها قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوما قال بل لبثت مئات من فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبال منهن جزءا ثم أدعوهن يأتينك شيئا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنات بتت سبع سنابل في كل سنبلات
मियात हब्बात वल्लाहु इज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वसीउन अलीम अल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि सुम्मा लयतबिउना मा अन्फक़ु मन्नन वला अज़न यल लहुम अज़रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ौलुम मारूफ़ुन मारूफ़ुन मग़फ़िरतन खैरुम मिन सदक़ातिन यतबऊहा अज़ा वल्लाहु गनीयुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलु सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रियान नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर कमासली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फसाबाहु वबीलुन फतराकाहु सल्दा वयकदिरूना अला शैइन मिम्मा कसबु वल्लाहु लयहदील कौमल काफिरीन। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وبيل فاتت أكلها سيفين فإن لم تصبها وبيل فطال والله بما تعملون بصير أيد أهدوكم أن تكون له جنات من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وصابه الكبار وله ذريات ضعفاء فصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون ولستم بكزيه إلا أن تغمزوا فيه وأعلم أن الله غني حميد। الشيطان يعيدكم الفقر يأمر